ابني توفى قذيفي. هذا الولد راح عش الام بقى عش حياته. وين الدنيا وين اهلها يا ابني؟ هلا قضيم كثير. ما بقى نروح ان شاء الله الا الله يحلها الله يحلها يا اولادي. الحمد لله على كل حال يا رب. والله الكريم ما بينسى حدا. والله ما بينسى حدا من فضله. اسمي وردي القدور، عمري 71. والله جوزي توفى، ابني راح من 8 سنين، وهالمرة ظلت حاويته، حاوته 4 5 سنين وتجوزت وتركته. والله يوم اللي كان ابني طيب غير، حياتنا غير وديننا غير، هلق ما ظل عندنا شيء بالدنيا، انضمنا والله انضمنا. وقت اللي كان طيب مثل ما كنا هلق، كان الخارجية عليه دقماء وكان مكيفين. والله ما ظن حياة يا أولادي، والله أنا ما تقلي حكيك ما لي قلب، ما بقى إلا قلب. بس الحمد لله مسلاي بهذا، والله داير باله علي ودايرة بالي علي، يسقيني بحبيه البريق طير. بطلب إن شاء الله ما الله يطول عمره وترزقه وعب درسه هيك ويعيش بدروته، ظل طيب بس لأصير هيك شاب، مشان ما حد يضيمه هيك. ما عندي ولا غير هيك.